من القدس نرحب بضيفنا الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مائير كوهين. سيد كوهين، وضوح الرؤية اليوم السياسية، الدعوات داخل إسرائيل لخفض منصوب الخطاب التحريضي، أي تسلسل زمني أدى إلى هذه التطورات اليوم والعنف المقابل؟ طبعا ما في شك أن هذه العملية وهذا الاعتداء الإرهابي هو أمر لم يحدث منذ فترة طويلة في إسرائيل، وهو بيشكل نقطة اختبار للحكومة برئاسة نتنياهو التي لم يمضي على تشكيلها أقل من شهر، وإذا يتطلب عليها بوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب، خاصة مع الوعود التي تتعلق قطعها في الحملة الانتخابية إيتمار بن غفير اللي هو وزير الأمن القومي في إسرائيل، وأن الوضع لن يكون كما حدث. الآن الموضوع يكون في نقطة اختبار لهذه الحكومة، وسنرى ما الذي سيمكن أن يعني المعالم التي ستضعها. سيد مير، هذا في السياسة الداخلية وما أسميه اختبار للحكومة، ولكن ماذا يعني التصعيد؟ ماذا يعني اليوم؟ زار بنيامين نتنياهو موقع هذه العملية حيث قتل عدد من الإسرائيليين، ولكن هو ينتظر التقييم الأمني، أي مضمون لهذا التقييم الأمني وإلى أي خطوات ستتجه هذه الحكومة اليمينية؟ حتى الآن غير معروف إلى أين ستتجه وكيف سيكون الرد الإسرائيلي، ولكن من الواضح هو أن حركة حماس بتقوم بتحريض رهيب ضد العمليات ضد إسرائيل. صحيح أن من يقوم بمثل هذه العمليات ربما لا ينتمي إلى حماس، وإنما تقوم هي أعمال فردية، ويمكن لشخص من سكان شرقي القدس أن يصل في كل نقطة في إسرائيل، ليس فقط في المنطقة المجاورة للحي السكني الذي يسكنه، وبالتالي هذا الأمر يعني ممكن أن يحدث في أي لحظة، وهذه هي المخاطر وهذه هي المخاوف. والمخاوف أيضا مع اقتراب ومع حلول شهر رمضان، وكل هذه الأمور قد تدعو إلى التصعيد، وبتتزامن ذلك مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي يوم الأحد القادم. لكن هناك نقطة أخرى، هي أن ما قامت به إسرائيل من عمليات في جنين، يجب أن نذكر أن جنين هي بؤرة الإرهاب في الضفة الغربية، والعمليات التي تقوم بها إسرائيل هي عمليات من أجل منع وقوع أعمال إرهابية داخل إسرائيل، وحذرت يعني حذرت إسرائيل قبل هذه العملية باستخدام جهاز الأمن العام الشباك بوضع صورة بأن هذه العملية تهدف إلى وضع اليد على مجموعة من المخربين، وأنه لن يكون لهم أي اعتداء ضدهم في حال تسليم أنفسهم. وهذا هو الخلاف، يعني هذا هو التغيير في المواقف. إسرائيل لا تريد قتل أي شيء، ولكن هي بتقوم بمثل هذه العمليات، لأن عندما تدخل قوات وإذا بهذه المنظمات وبهذه الأفراد تقوم بإطلاق النار بشكل عشوائي وبشكل خطير ضد قوات الجيش، فقوات الجيش بتدافع عن نفسها، وبالتالي هذا ما حدث. لكن إسرائيل مثلا والشعب الإسرائيلي هو لا يوزع الحلويات لقتل الفلسطينيين كما يقوم به سكان قطاع غزة والضفة الغربية ومناطق أخرى. الولايات المتحدة اليوم تسعى للتقريب في وجهات النظر. سيزور وزير الخارجية أنتوني بلينكن في اليومين المقبلين على القدس وعلى الضفة الغربية، هو يقوم بزيارة أيضا لمصر، ولكن توقيت هذا الهجوم والمبادرة أو الاجتماعات التي كان يقودها مدير الاستخبارات الأمريكية CIA في الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية تحديدا، ما في شك أن هذه المذبحة التي حدثت هي بتقلب الموازين. يعني بلينكين ما الذي سيقوم به؟ ما الذي سيقول؟ هو قال أن سيأتي إلى المنطقة ليس لبحث عملية سلام، لأنها لا توجد عملية سلام ولا توجد مفاوضات. فيعني هو طبعا
هذه الزيارة وزيارة المسؤولين الأمريكيين هم في ورطة، لأن إسرائيل هي في ورطة والوضع الفلسطيني أيضا في ورطة، وليس من السهل الوصول إلى حل في هذه المرحلة. يجب أن تهدأ الأمور بشكل تام من قبل الجهتين. السلطة الفلسطينية أيضا تتحمل المسؤولية بما يحدث وبأعمال التحريض التي تحدث. النهاردة النشطاء من حركة فتح هم يقومون بالعمل مع الجهات التي تعمل في جنين، وبالتالي يعني يعتبر أن السلطة الفلسطينية هي في طريق الزوال أو أصبحت مفقودة أي أثر في العمل في الضفة الغربية والتزاما بهذا الإجراء، وهي تتلقى المساعدات من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني. ولكن للأسف أن الشعب الفلسطيني صحيح أنه في حالة من اليأس والإحباط لانعدام رؤية سياسية وانعدام يعني مفاوضات، ولكن هذا الأمر لا يتوقف عن ذلك. هناك حالة يأس وإحباط أيضا من القيادة الفلسطينية، مثلا حركة حماس التي سلبت أموال الشعب الفلسطيني وقادته وتعيش في قطر، السلطة الفلسطينية التي نهبت أموال الشعب الفلسطيني. ولذلك الاتجاه الوحيد الذي يصبون فيه هذا الغضب هو باتجاه إسرائيل، وهذا أمر سهل جدا لأنهم لا يستطيعون الرد في قطاع غزة لأنها تحكم بسياسة الحديد والنار، وأيضا في الضفة الغربية لا يمكنهم أن يقوموا ضد إجراءات ضد الرئيس الفلسطيني. وبالتالي هذه هي صورة الوضع، والصورة الوضع معقدة جدا، ونحن نتمنى الأيام القادمة أن تهدأ الأمور وتعود إلى نصابها من جديد. أشكر جزيل الشكر ضيفنا من القدس الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مائير كوهين، شكرا جزيلا لك.